السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا اليوم مع درس من دروس التنويم المغناطيسي، وان شاء الله يعجبكم الدرس. تسجيل صوت مرام عبد الله ابراهيم فطاني، فيسبوك نيم مرام عبد الله فطاني. ان السخرية اداة فعالة لاحداث تغييرات مؤثرة، فاذا كنا نستطيع السخرية بصدق من المشكلة في الوقت الذي نمسك بالمشكلة في مكانها، فإننا نغير ونضعف التركيب العصبي لما يقلقنا أو يخيفنا. غالبا ما يأتي إلى العديد من الناس قائلين: أعرف أنني يوما ما سوف أسخر من هذا، ولكن، وقبل أن يتم كلامهم أقول: وماذا تنتظرون؟ هكذا يكون التعلم الجيد. فالتعلم يتعلق بالنظر للأمور على نحو مغاير وتحسين حياتك قليلا في كل يوم، مراقبا ما تحقق من تقدم مع كونه ضئيلا في البداية. فالحقيقة تبقى إن الناس لا يبقون على حالهم، فهم إما إلى تحسن أو إلى نكوص، فهذان سبيلان لا ثالث لهما. نحن نعلم أن الناس الذين يعانون من مشكلات مستمرة قد قاموا في وقت ما من حياتهم ببناء تعميمات لا تساعدهم كثيرا. معظم أساليب العلاج تحاول البحث عن طريقة لدفع الناس لإبدال أفكارهم ومشاعرهم وذكرياتهم بأخرى جديدة ومناسبة. والمشكلة في هذا النهج أنه لا يتفق مع آلية عمل المخ البشري. ما أحاول فعله هو دفع الناس إلى نقطة تسبق تلك التي بنوا فيها تعميماتهم غير الصالحة، ومن ثم نضع التعميمات الجديدة حتى نتغلب على القديمة. وهذه آلية ناجحة لأن المخ أقرب في تخزينه إلى آلية التدافع منه إلى العرض العام. هذا مثل تخزين الأطباق في خزانة الياي مضغوط. إنه المهم انه طبعا نوصل نرجع ورا لورا كده، نوصل لغاية النقطة اللي كانت قبلها كان سليم وبعدها كان يعني تصرفات سلبية، فنيجي عند هذه النقطة طبعا ونصلح المعلومات اللي موجودة فيها الإيجابية، بعد كده نمشي يعني لغاية ما نخلص طبعا كل شيء يمر علينا، نظبط 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 النهاية ايه نصير مية مية. كلنا خاض التجربة الحصول على رقم هاتف جديد، وفي أول أسبوعين نظل نطلب الرقم القديم حين نحاول الاتصال بالمنزل، وفي النهاية تضع الرقم الجديد فوق القديم الذي يدفعك خلفا في ثنايا المخ إلى أرشيف معلومات المخ البشري الذي لا ينسى شيئا أبدا. إن ظاهرة قوية وعجيبة إنني أستطيع الارتداد بسن الناس من خلال تنويمهم فيتذكرون كل رقم هاتف كان لديهم ويفعلون ذلك في ترتيب عكسي. منهجي الآن هو منهج الدكتور، طبعا مؤلف الكتاب ريتشارد، هو تحديد هذا النظام الأرشيفي وتوريد مورد جديد له أو ذكرى جديدة ندخلها سابقة الذكرى المسؤولة عن حث التعميم السيء. ما أفعله عادة هو العودة لما قبل الخبرة السيئة، ثم القيام بإدخال مورد جديد وحثه ليتم تعميمه حتى إذا عاد الناس بذكراتهم لما يشعروا بما كانوا يشعرون به في السابق. إن التفكير بطريقة نعم أعلم أنني كنت أفعل ذلك هذا، لكنه لم يعد حقيقة بعد الآن، هو جزء مهم للغاية من العملية. ومنذ أن اكتشفت هذا لم أعد استخدام النمط للارتداد بالعمر الذي اعتدته، فقد بدأت التركيز على المستقبل عند هذه النقطة من الزمن. ويمكننا استخدام المصطلح القديم في البرمجة اللغوية العصبية وهي مجارات المستقبل لشرح ما أفعله. ربما استخدمنا مصطلح أهل التنويم المغناطيسي وهو إيحاء ما بعد التنويم، إما ما كانت التسمية
أيما كانت التسمية، فإنني أريد التأكد من أن الحالة الجديدة للوعي ستظهر في اللحظة المناسبة. الناس لا تحتاج الثقة طوال اليوم، لكنهم إن وجدوا صعوبة في عبور جسور أو قيادة في الطريق السريع، فهم إذن بحاجة للثقة بأن كل شيء سيكون على ما يرام. هنا يأتي ذلك الموقف، وهذا يتطلب ممارسة. عودة إلى الماضي وعودة إلى المستقبل، تغيير التاريخ الشخصي. إن إحدى أفضل الطرق لتجاوز الماضي التعيس وضمان مستقبل سعيد وناجح هو أن تتعود على إشعار نفسك بالتحسن بلا سبب محدد. فإن استيقظت في كل صباح بحال جيدة، فمعنى ذلك أنك ستتخذ قرارات أفضل فيما ينبغي فعله في حياتك. إذا بدأت بالتفكير في الأمور باعتبارها صعبة، فستصبح كذلك فعلا. إذا بحثت عن ما يجعل أمرا ما مستحيلا، فسوف تجده كذلك. إلا أنك لو اتبعت نهجا يؤمن بأن الحقيقة الوحيدة هي لحظة اليقظة التي تحياها الآن، فلن تعجز. لذا فلو تعلمت كيف تغير شعورك إلى وضعية مختلفة، فهذا سيغير مستقبلك تماما وإلى الأبد. بعد فترة ستبدأ في الشعور بالتحسن دون أن تدري السبب، لكن كما تعلم لست بحاجة لأن تفهم السبب، أنت بحاجة فقط لتعرف كيف تبدل الشعور الإيجابي بالمشاعر السلبية الأولى. أو ربما كان أفضل أن تتجاوز تلك المشاعر السلبية وتعود إلى تلك النقطة التي سبقت شعورك بالسوء، ومن ثم تبدأ في السير بطريق جديد. تمرين كم من السعادة يمكنك تحمله؟ 1. أريد دعوتك للتفكير في وقت ومكان شعرت معهما بسعادة غير عادية، وحين ترتسم البسمة على وجهك ستعرف متى شعرت بهذا الشعور المميز. 2. لاحظ كيف تتذكر الحدث وتتصوره بالضبط ما رأيته فيه، واستحضر ما سمعته فيه، ولاحظ كيف تحل بك ذات المشاعر التي شعرت بها فيه. أعد الوضع لما كان عليه، فإذا احتدت التجربة وأصبحت أكثر إلحاحا، قم بأقصى تحول ممكن. حين تقوم بكل التغييرات التي تبدو ممكنة، اصنع دائرة في مركز تلك التجربة التي استحضرتها، وافتحها سريعا لتكون كالغالق الكاميرا حتى ترى نفسك تعيش التجربة بضعف قدر السعادة التي كانت فيها فعلا. ضاعف بريق الألوان وحدتها، واجعل صوت الرضا التام يدوي في ردهات عقلك، حتى إن كل خلية في جسدك ستصيح انتشاء وتقول آه. 4. افعل ذلك مرتين أو ثلاثة دافعا مشاعر السعادة قدر ما يمكن، ثم ثبتها لتجعلها متاحة لك في كل وقت تريد. طبعا انظر الملف المرجعي 1، السلايد اللي بعدها بيكون يعني ما في مرجع واحد حنقوله في الاستعدادات اللي بعدها. 5. راقب اتجاه حركة شعور السعادة هذا، واربط بين نقطتي البداية والنهاية، وابدأ بتدويره وتفكر وابدأ بتدويره بينما تفكر ببعض الأوقات من حياتك الماضية ومستقبلك، حيث يمكنك الاستفادة بهذه التغييرات في هذه المناطق. 6. ادخل إلى تلك الذكرى المستقبلية، ثم انزل مرساتك وانظر واستمع واستشعر قدر الإمكان مدى الفائدة التي قد تترقاها من كل هذه السعادة المندفعة من تلك التجربة الآن.
7. قم بهذه التجربة مرتين أخريين بسيناريوهات مختلفة، ثم توقف للسماح لعقلك ببدء تعميم العملية على مناحي ربما لم تكن فكرت بها بشكل واعي، لكنها قد تكون مفيدة ومناسبة. الملف المرجعي 3، طبعا السادة اللي قبلها كانت تمرين، وذكروا من ضمن يعني في نقاط التمرين كتبوا انظر الملف المرجعي 3. فاحنا الحين هنشوف الملف المرجعي 3. بعض من اختلافات التنويعات الحسية. التنويعات الحسية هي الصفات التي يمكن لكل حاسة امتلاكها، والقائمة التالية منها بعيدة تماما عن الكمال. مواصلة تدوين الاختلافات أمر بعيد الأثر في تحسين قدرتك على الفهم والاستجابة لعملائك أو بالنسبة لتجربتك الشخصية. احنا لسه مع ملف المرجعي 3، بصري سمعي التنويعات عبارة عن ايه؟ بصري وسمعي وحسي حركي. بصري مرتبط منفصل، بعدين ملون او ابيض واسود، بعدين متحرك أو ساكن، بعدين موقع، بعدين حجم، بعدين قريب أو في الوسط أو بعيد، بعدين متوقد أو فاتح اللون، بعدين ذو إطار أو بانورامي، بعدين واضح أو مبهم، بعدين ثنائي الأبعاد أو ثلاثي الأبعاد، بعدين صورة منفردة أو متعدد الصور، بعدين ثابت أو متحرك، بعدين مستقر أو مائل، بعدين مستوي أم متقلب. هذا بالنسبة للبصري. نيجي نشوف السمعي. السمعي قاسي أو ملطف، بعدين عالي أو ناعم، بعدين داخل أو خارج الرأس، بعدين الموقع اللي هو جانب الرأس، بعدين النبرة، بعدين الإيقاع، بعدين مستمر أو متقطع، بعدين المسافة، بعدين واضح أو متشتت أو يعني مشتت. الحس الحركي الموقع، بعدين الحركة، بعدين الاتجاه، بعدين الضغط أو الوزن، بعدين المدى اللي هو أين بدأ وأين انتهى، بعدين الحرارة، بعدين الاستمرار، بعدين القوة، بعدين الشكل. الملف المرجعي 1، المرساة، المثبتات والإرساء. المثبت عبارة عن مثير أو محفز يثير استجابة معينة، ويمكن تثبيته في أي من الحواس الخمس، وتتحقق المراسي في صورة اللغة، لمسات أو أفعال حسية، مناظر معينة، أصوات مميزة، أو قد تتحقق داخليا، كلمات أو حديث ذاتي أو خيال أو إحساس. الكلمات هي الشكل الأكثر شيوعا للمراسي، ولأن وصف المفهوم الكلمة التي أطلقت عليه لا تعبر حرفيا عن الشيء الذي تصفه، فهي تثير ارتباطات أخرى بدرجات متفاوتة يفهم منها السامع المعنى المراد. ربما يحدث الإرساء خارج نطاق العقل الواعي، ربما يتم إحداثه عمدا، ويمكن كذلك أن تثبت المراسي مصداقية أو عرضها كما في التعليم الأحادي الاتجاه الذي يمارسه مرضى الخوف، يعني اللي يخافوا من أشياء. بعضها يكون جنيا مثل الاستجابة لبسمة الطفل، وإطلاق مرساة قد تؤثر على العميل بالسلب وقد يؤثر بالإعجاب. تابع ملف المرجعي 1، يستخدم الإرساء في البرمجة اللغوية العصبية
لتسهيل إدارة الغشية سواء من خلال معالج أو مريض. والمعنى أن الحالة القوية المعلومة والمرغوب يتم خلقها وربطها بمثير، وهذا يسهل الدخول التلقائي للحالة المرغوبة متى شئنا. والمراسي الفعالة ينبغي أن تتفق وعدة معايير، فينبغي أن تكون فريدة محددة في نفس المكان باستخدام مستوى صوت ونبرة واحدة إلى غير ذلك، وإلا فلن يحدث الارتباط الشرطي. 2، ينبغي تكوين المثير حال وصول الاستجابة للذروة لتلاقي الإرسال مع الخمود الحالة. 3، ينبغي إنعاشه بشكل متكرر وإلا تلاشى أثره تلقائيا. 4، ويمكن أن تكون المراسي 5 متراكبة. في الحالات المتشابهة تستثار بالمثير الواحد لخلق حالة أكثر قوة تركيبا. اللي بعده متسلسلة، سلسلة من المراسي كل واحد منها يطلق الذي يليه. اللي بعده متداعية، المرستان المختلفتان تنطلقان في آن واحد بهدف تحييد كل منهما للآخر أو خلق حالة اتحادية. تابع الملف المرجعي 1. تمرين وضع المرساة. 1، تذكر وقتا جربت فيه شعورا إيجابيا متصاعدا كالفرح أو الامتنان أو الإثارة. 2، أعد تصور تلك التجربة قدر الإمكان، وحاول أن ترى الصورة التي رأيتها فيها، وأن تسمع ما سمعته، وأن تشعر بما كنت تشعر فيها. 3، قوي هذا الشعور من خلال مراقبة اتجاه حركته وتدويره بشكل أسرع وزيادة قوة التنويعات الحسية الأخرى وزيادة سطوح الألوان وتقريب الصورة أكثر وهكذا. 4، بينما يتجه الشعور إلى ذروته، قم بالضغط بقوة على الظاهر يدك ثم دعها قبل أن يبدأ الشعور بالتلاشي مباشرة. 5، غير وضعك لحالة الفصل ثم اختبر من المرساة عن طريق الضغط القوي على ظاهر يدك بذات الطريقة التي سبقت، ثم راقب كيف يعود الشعور الأصلي إليك. كرر النقص بانتظام إذا أردت استمرار أثر المرساة، حيث أن فعاليتها تضعف مع الوقت. ملاحظة، يمكنك عمل تراكب للمرسى من خلال ربط العديد من الاستجابات بذات المثير. ستكون الاستجابة مزيجا من كل المراسل المنفصلة، لكن ينبغي أن تكون أكثر قوة في كل منها على حدة. يمكنك أيضا أن يتم ربطها بمعنى أن تطلق بشكل متسلسل كما تم بيان ذلك في الفصل 17. إذا كان الأمر يتعلق باستجابة بسيطة تسبب مشكلات مثل الشعور بالغيظ والغضب عند سماع صوت الجرس والتليفونات المحمولة وغيره، فإن المرساة قد تتداعى بشكل فاعلي للغاية. تابع الملف المرجعي 1. تمرين المراسي المتداعية. 1، قم بخلق حالة مرجعية قوية من خلال القيام أولا بتذكر موقف أصدرت فيه استجابة مناسبة، ثم الدخول في هذه الاستجابة وتقويتها، ثم قم بإرسالها في جانب من جسدك. إذا تطلب الأمر، كثف المرسال لتتأكد من أن الحالة قوية وأن المرسال قد أخذت موضعها الصحيح مغير الحالة.
2، والآن فكر في الحالة التي تتمنى تغييرها، وأثناء معاودتك معايشة هذه الحالة، ألقي مثير استجابتك نحو جزء آخر من جسدك وغير الحالة. 3، والآن أطلق المثيرين في آن واحد، فيكون أثر إطلاق مثيرين، يعني مثيرين 2 متناقضين متحدين، هو حالة من الإرباك الخفيف. أمسك بالمثيرين حتى يضعف الإرباك. 4، ارفع ببطء مثير الحالة غير مرغوبة، ثم اتبعه بعد ثواني بمثير الحالة الإيجابية. 5، اختبر الحالة من خلال تجربة مثير الاستجابة غير المرغوبة، بدلا من إثارتها فإن الاستجابة ستكون محايدة أو ربما تحولك إلى الحالة الإيجابية. 4، ارفع ببطء مثير الحالة غير المرغوبة، ثم اتبعه بعد ثواني بمثير الحالة الإيجابية. 5، اختبر الحالة من خلال تجربة مثيرة الاستجابة غير المرغوبة، وبدلا من إثارتها فإن الاستجابة ستكون محايدة وربما تحولك إلى الحالة الإيجابية. تمرين علاج الخوف، فك الارتباط البصري الحسي الحركي. 1، اجعل مريضك يجلس لمشاهدة فيلم مسرحي قصير متخيلا، وجعله يتخيل شاشة عرض بيضاء صغيرة تعلو مستوى عينه بقليل. وضح أنه سريعا ما سيكون قادرا على مشاهدة تجربته الكارثية على نحو آمن ومريح، بدءا من اللحظة التي سبقت وقوع الحدث، وهي اللحظة الآمنة رقم 1، وانتهاء بتحول الفيلم بتجربته إلى صفحة بيضاء، اللحظة الآمنة رقم 2. أكد للمريض أن بإمكانه العودة لحالة وعيه متحررا من القلق وعلى أي حال يختار. اعمل على استرخاء 3، اعمل على استرخاء المريض وثبت حالة استرخائه. ارجع الملف المرجعي رقم 1، خلاص عرفنا ملف المرجعي رقم 1 ايش هو. ثم يدفعه لفك الارتباط من خلال الانفصال عن جسده والدخول الى غرفة العرض حتى يتمكن من التحكم بعرض الفيلم، وكذلك من مشاهدة نفسه وهو جالس في أريحة يشاهد ما يجري على الشاشة. فإن بدأ المريض قلقا بشكل خاص، من المستحب أن تفصله مرة أخرى موجها إياه نحو مشاهدة نفسه وهو يشاهد الفيلم، فهذا يمنع التحول العاطفي المناسب لإتمام التمرين. ثبت عامل إرساء الاسترخاء، واطلب من المريض تشغيل عرض تجربته الأليمة من اللحظة الآمنة الأولى للحظة الآمنة الثانية، وبذلك شكل سريع للغاية وبصورة غير مألوفة مؤكد له أنه يجلس الآن منفصلا عن التجربة. يعني هو بيشاهد فيلم، يختار فيلم مثلا المعالج، بيوصل فكرته فيه مثلا، فكرته فيه جدا راقية وحلوة وكده، زي مثلا فيلم لورد اوف ذا رينجز 3 أجزاء، وفيلم شوية خيالي، بس انه كل يعني اللي هم الشياطين الجن الوحوش، يعني لهم مسميات طبعا، فكل يعني بيئة لوحدها، بعدين تحاربوا وتضاربوا، بس في النهاية دائما يبين لك انه الخير هو اللي ينتصر، وكان هذا الخاتم الكل بتضارب عليه. فانا طبعا تخيلت في هذا يعني رحت في هذيان وتخيلت ايه، انه ده الخاتم، وخاتم مرام فطاني ويتضاربوا عليه، يعني مين يبقى يلبسه عشان يعيش حياة رومانسية، حياة جدا راقية كلها انتظام بانتظام البرمجة اللغوية العصبية وتطوير الذات، ويا حياة سعيدة بإذن الله. فهذا صار معايا، هذا يشرح كل الكلام اللي قلته قبل شوية، كل
الشريحة اللي قلتها من شريحة 1 لـ12، هذه شريحة رقم 12. لدرجة أول ما بدأت أفوق، أول ما بدأت أفوق طبعا كتبت عن، تكلمت عن الحب، حطيت مشاركات كثيرة عن الحب وزي كده كلها في الفيس. بعدين بدأت أنوع حبة حبة، أنوع مرة كده مرة كده مرة كده. إن شاء الله ربنا بإذن الله يسخر لي الجماد والحيوان والنبات كل شيء، يعني ربنا يعني سخر للإنسان كل هذه الأشياء عشان يعيش الإنسان. بالنسبة للأكل صار عندي انتظام الحمد لله، ما صرت أكل زي أول. حيوان هو نفسه حيوان الأكل، وكمان إيش اللي هو النبات. وبالنسبة للجماعات ما شاء الله انتو شايفين المواضيع، كل موضوع احلى من التاني اللي بينزل اللي بيطيح في يدي بصراحة. يعني حتى الكتب اللي بتطيح في يدي يعني سبحان الله بستفيد منها في الوقت المناسب، في بسويها في الوقت المناسب، بنزلها على الفيس في الوقت المناسب، يعني سبحان الله هذا جماد يعتبر. فسبحان الله يعني اشياء كثيرة، يعني الحمد لله بفضل من الله ومنه عليا. ان شاء الله طبعا ربنا يقدرني على عبادته وطاعته وخدمته. ان شاء الله ربنا يقدرني ان اكون خليفة الله في الارض، وزي العلم اللي احنا اللي انا ماشي فيه كلكم ماشيين معايا، طبعا اهلي والبعض من الناس. ان شاء الله ربنا يقدم لنا، هو يقدم الخير ان شاء الله، واذا كان خير لينا يعني في الدنيا والاخره فاكتبه لنا يا الله، وأمان لينا اكتبوا لنا. الإنسان دايما يدور على الأفضل وهذا هو الصح. وإذا شر لينا ابعدوا عنا يا رب، واصرفنا عنه يا رب، وارزقنا بالخير ايش مكان يكون. هاي كلام يعني المرأة عبد الله إبراهيم فطاني، وكل اللي معاه في هذا العلم سبحان الله. طيب خلينا نكمل الأستاذ اللي بعده، طولت عليكم. تمرين علاج الخوف، فك الارتباط البصري الحسي الحركي. 5، حين يتم تلك المرحلة دعه ينزل من غرفة العرض ليلتحم ثانية مع جسده الجالس يشاهد العرض، ثم وجهه إلى النزول والدخول إلى الفيلم في نهايته، متحدا مع التجربة مستعيدة الألوان ومستعدة لتشغيل التجربة كاملة في الاتجاه العكسي، من اللحظة الآمنة رقم 2 إلى اللحظة الآمنة رقم 1. أضف للصورة بعض الموسيقى الصاخبة كخلفية موسيقى للتجربة. 6، في اللحظة الآمنة رقم 1 يتم إعادة المريض إلى كرسيه ومشاهدة شاشة العرض التي تعاد عليها الصورة الصغيرة غير الملونة للحظة الآمنة رقم 1. 7، وجه إلى أن ينفصل ثانية نحو غرفة العرض ويكرر الخطوات من 3 لـ6. 8، نموذج، كرر النموذج، فك الارتباط البصري الحسي، حرك من 3 إلى 5 مرات، ثم اختبر المريض من خلال دفعه للتفكير فيما يثير لديه الخوف، وراقب ردة فعله. إذا يتطلب الأمر أعد النموذج قدر المستطاع. 9، إن الذكريات لدى البشر جدا مختلطة، وهي مليئة بالخوف والمهانة للدرجة التي لا يمكن استدعاؤها دون محاصرة صاحبها والسيطرة عليه، فهي تصل إلى مصدر الخوف الأصلي. والمساعدة في إعادة تشكيل تلك الذكريات ينبغي أولا إخراجهم من هذه الذكرى، فانفصال الناس عن الذكرى يساعدهم على رؤية ما حدث دون أن يتملكهم أو يسيطر عليهم. الآن هم ينظرون إلى أنفسهم من الخارج، إذا فهم 0 بكثير مما سبق، أنهم يرقبون أنفسهم خلال إطار آخر أصغر، الشاشة، وبذلك فإنهم قد غيروا الموقع والحجم. بعد ذلك اطلب منهم بتشغيل الفيلم والانفصال، ثم تشغيله بمعدل أسرع من المعتاد مع بعض الموسيقى الصاخبة،
وبهذا يعاد تشكيل الذكرى، وحين يصلون للنهاية أدخلهم في الذكرى الثانية معيدا إياها إلى الحجم الطبيعي. ومنشغل الذكرى في الاتجاه العكسي، على الرغم من أن تشغيل الذكرى في الاتجاه العكسي ليس ضروريا، لأن التجربة الذاتية ستتغير بأي حال، لكن ذلك يحسن الحالة في العموم. لكن المريض إذا انفصل عن صورة الذكرى وتركها بالحجم الطبيعي فلن يفلح الأمر. وقد حاولت بشتى الطرق الممكنة وكانت تلك هي الطريقة الفاشلة. ليس بإمكاننا تغيير ما قد وقع بطبيعة الحال، لكن بإمكاننا تغيير مشاعرنا حيال ما قد وقع، ووظيفتنا هي تولي مسؤولية عمليات التفكير ومساعدة الآخرين على فعل شيء ذاته. لا نفعل ذلك لنمكنهم من وضع أنفسهم في مواقف خطورة، ولكن حتى لا يبقوا طيلة حياتهم في خوف لمجرد أن حدثا سيئا قد وقع دون سبق ترصد. تمرين أدرى الماضي بشكل جيد، بشكل أيضا جديد. أرجع للماضي، أضبط فيه، أديره بشكل جيد. 1. فكر باستجابة مألوفة لديك تود تغييرها، مثل الخوف والهلع أمام جمهور كبير أو حدة المزاج أثناء القيادة. ترى ممكن يكون سبب غير هذه السببين اللي قلتها، ممكن تكون أسباب تانية، بس احنا عشان ايه نمشي المثال على التمرين. 2. أعد تشغيل أمثلة حية لتلك الاستجابة، متنبها بشكل خاص للمشاعر التي تولدها تلك التجربة، وأين تبدأ وإلى أين تتجه. 3. والآن اتبع ذلك الشعور في الماضي لتصل لأول مرة، وقل لها أنت طائشة. ربما لا تكون قادرة على التذكر بعقلك الواعي، إن لم تستطع التذكر سر في الماضي حتى تتوقف. 4. مرة أخرى راقب الشعور، وفي هذه المرة صل نقطة بدايتي بنهايتي، وأدر هذا الشعور مسرعا إياه بشدة حتى يصل إلى أقصى درجة في الحدة، لتعلم لتوك أنك مستعد لتغيير استجابتك مرة واحدة وإلى الأبد. 6. والآن خذ خطوة للخلف تسبق مباشرة الحدث الأصلي. أدر الشعور في الاتجاه العكسي وابدأ في تدويره أسرع فأسرع. زد في السرعة وانشر الشعور خلال جسدك كله، ثم ابدأ بتحريكه زمنيا للأمام خلال كل تجربة تالية. بالترتيب سامحها بإعادة تشكيلها حسب التدوير العكسي للشعور الذي ارتبط بها لأول مرة. افعل ذلك بسرعة شديدة حتى تصل إلى نقطة الحاضر. تمرين أدرى الماضي بشكل جديد، تبع الشريحة اللي قبلها. حين نقطة 6. فتش عن شعورك حيال استجابتك غير المستحبة. إذا وجدتها تحتل جزءا ذا بال منك. أعد التمرين من الخطوة 5 إلى 6. استمر في الاختبار وتوقف حين تقترب من الإحساس بأنها لم تعد ذات بال. بعد الآن 7. الآن تذكر التدريب الذي ورد في بداية هذا الفصل، في بداية هذا الفصل طبعا، والذي تعلمت فيه كيف تنبت شعورا قويا جدا دون سبب محدد. أعد الدخول في حالة قوية سعيدة متفائلة، ابدأ في تدويرها بقوة وشاهد نفسك تتحرك باتجاه المستقبل. لاحظ اختلاف استجابتك خصوصا في تلك المواقف التي كانت في السابق مشكلة. 8. كرر من 3 ل5 مرات.
التمرين هذا، واعزم على المراقبة اليومية على مدى 21 يوما لتسجل حدوث تحسن سواء كان كبيرا أو صغيرا. طبعا زي ما صار معايا، عرضت حياتي تقريبا عن طريق لغة الحب، ألفتها من عندي، وعرضت حياتي عن طريق لغة الحب، لأنه سبحان الله أنا فيني طاقات حب. كل واحد على حسب، يعني أنا عندي هذيان الحب وصلني لكل شيء، يعني سبحان الله هذيان الحب عندي من يوم أنا طفلة صغيرة، أو يمكن 3 سنين 4 سنين. الحمد لله، يعني يعني خلتني أوصل لأشياء إدراكية سبحان الله، يعني ما أقول غير سبحان الله والحمد لله على جميع النعم اللي علينا، على كل مسلم، على كل إنسان، يعني سو إيش ما يكون دين. الحمد لله أن ربنا نعم علينا بنعمة أنه إحنا بشر، خلقنا بشر. الحمد لله أنه إسلام من جاء وضحها أنه جنة الفردوس مخلدة، هذه الحمد لله يعني مرة كويس عليها، والحمد لله أنه ربنا ستر ولطف بينا بس، ورب يحسن خاتمتنا وبعدنا عن موت الفجعة، موت الفجعة يعني الخوف الهلع يا رب، ويسر لنا أمورنا كلها. الحمد لله والشكر لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، والله أكبر، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله، سبحان الله حين تمسون حين تصبحون، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد، لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. يا رب يسر الأمور، يا رب سهل الأمور، يا ملك قدوس يا حي قيوم، يا حي قيوم ملك قدوس، يا رب يا ملك قدوس يا حي قيوم، يا رب يا حي قيوم ملك قدوس، يا رب يا منان تقبل دعائي هذا وعملي هذا بأحسن القبول. يا رب إن كنت قصرت في شيء من عملي هذا فاغفر لي وسامحني يا رب، وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يا رب توكلت عليك في حياتي، توكلت عليك يا الله يا الله، فراح احطه ان شاء الله في النت في اعتبارك صدقة جارية، لانه اي احد يبحث عن ترميم مغناطيسي في هذا الجزء باذن الله بيشوف اشتراكي فيكون كصدقة جارية، سواء دخلوا ناس ولا ما دخلوا، ولا في ناس دخلت ناس ما تدخل، فيعتبر كصدقة جارية، لانه خلاص النية طبعا قال انما الاعمال بالنيات، فثواب راجع لمرام فطاني واهلها والمسلمين الحياة منهم والاموات وزوجها المستقبل خلاص والكل. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.